هذا تصنيف جائر، وهو تصنيف سياسي يعني ليس له يعني وجه من الحق والمصداقية، يعني لأن نحن من خلال مسيرتنا في هذه الثورة خلال 10 سنوات لم نشكل أي تهديد على المجتمع الغربي أو المجتمع الأوروبي، لا تهديد أمني ولا تهديد اقتصادي ولا أي شيء. فبالتالي هذا التصنيف يعني يبدو أنه مسيس يعني. ونحن ندعو الدول التي قامت بمثل هكذا إجراءات أن تراجع سياساتها تجاه هذه الثورة. نحن كنا ننتقد بعض السياسات الغربية في المنطقة نعم، أما أن نشن حربا على الولايات المتحدة أو الأوروبيين من خلال سوريا فهذا الأمر ليس بصحيح. لم نقل أن نحن نريد أن نحارب، لم نقل هذا. ثم نحن هنا نريد أن نناقش مسألة يعني أيضا، ما هو تعريف الإرهاب يعني؟ الإرهاب ما هو التعريف يعني؟ اليوم كل دولة لديها لائحة للإرهاب، أي يعني شخصية أو جهة تدعي خصومتها مثلا. تعريف الإرهاب العملي هو قتل أبرياء والأطفال والمساكين والنساء وما إلى ذلك، والاعتداء على أملاك الناس، وهذه الأفعال يقوم بها اليوم النظام المجرم، فهو الأولى بهذا التصنيف. إلى الآن هناك اعتراف دولي ببشار الأسد رغم أنه ضرب شعبه الكيماوي عشرات المرات، بل يقال أكثر من 100 مرة، وهدم مدارس وقتل من أطفال وقتل من النساء ورمى بالبراميل المتفجرة فوق رؤوس الساكنين في القرى والمدن، وهدم حاضرات كبيرة مثل حمص وحلب، وهذه حاضرات تاريخية عمرها أكثر من 4000 إلى 5000 إلى 6000 سنة. فبالتالي إلى الآن هناك اعتراف دولي بشرعية هذا النظام كوجوده يعني. You will not support any attacks against the United States. يعني أعيد وأكرر، حقبة يعني كان دخولنا مع القاعدة في السابق هذه حقبة وانتهت يعني. وحتى في ذاك الوقت عندما كنا نحن مع القاعدة كنا نرفض أن يقام عمل خارجي، وليس من سياستنا على الإطلاق أن نقوم بعمل خارجي، هذا شيء لم يكن في حساباتنا على الإطلاق ولم نكن نفعله على الإطلاق يعني.